اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم سكان دار لا يتكلمون وجيران لحد لا يتزاورون ومنهم المنعمون ومنهم المعذبون. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فكن به رحيما يا أرحم الراحمين. واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان.